وفي الشأن المحلي، أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن الرئيس السيسي هو المحرك الأساسي للقضية السكانية، وأوضح خلال احتفالية وزارة الصحة والسكان باليوم القومي للسكان أهمية دور عدد من الوزارات والأزهر والكنيسة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والمنظمات الدولية وعلى رأسها الصحة العالمية والمجلس القومي للسكان في مواجهة تحدي الزيادة السكانية التي تلتهم التنمية. دي اولا، ده تاني يوم للسكان. اليوم الاول كان العام الماضي وشرفنا دولة رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل في هذا اليوم. طيلة هذا العام احنا مشغلين مع المجلس القومي للسكان، مع قطاع تنظيم الاسرة في وزارة الصحة، على وضع استراتيجية. عملنا استراتيجية واضحة لتنظيم الاسرة، عملنا تحليل ديموغرافي لكل البيانات الخاصة بالأسباب اللي بتؤدي إلى الزيادة السكانية، طبعناها في كتاب للخطة السكانية وكتاب للتحليل الديموغرافي. ثم تم عرض هذا الشيء أو هذه الدراسة في فبراير من عام 2017 في مجلس الوزراء. السيد رئيس الجمهورية مهتم زي ما أنتم شفتوا في مؤتمر الشباب بهذه القضية بشكل هام جدا. سيادته أوضح أن قضية النمو السكاني في ثقلها زي قضية أو تأثيرها على شعب مصر زي قضية الإرهاب. إحنا بدينا نشتغل على أرض الواقع في هذه القضية، بأن دلوقتي قرابة عام قدرنا في خلال هذا العام إن إحنا لأول مرة يبتدي ينقص عدد المواليد. كل سنة في زيادات، السنة دي نقص المواليد 80,000 مولود عن الوفيات. هي ما هيش كمية كبيرة، لكن مجرد إن إحنا بنصل إلى إن الكيرف أو المنحنى بينخفض، دي معناها بداية النجاح في تحقيق هذه المنظومة.